صباح النور يا ميس، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشتني من الحصة اللي فاتت خالص. افتح بقى الكاميرا يا بطل. تمام يا ميس. ماشي يا حبيبي. ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار المذاكره ايه؟ الحمد لله. دخلت شويه في مود المذاكره. طيب كويس، شطور. النهارده بقى هناخد درس لذيذ جدا اللي هو الاسماء الموصوله. طيب يعني ايه الاسماء الموصوله دي اصلا؟ هي اسماء تربط بين الجمله وبعضها البعض. لو احنا عندنا جملتين وعايز اربط بينها وبين الجمله التانيه هستخدم ايه؟ قال لي بقى هستخدم الاسماء الموصوله. طيب هي الاسماء الموصوله دي عشان اعرفها لها حاجات عشان اعرفها بيها. قال لي ايه هي الاسماء الموصوله دي بقى؟ قال لي اتنين للمفرد واتنين للجمع واتنين للمثنى. يبقى اتنين للمفرد، واحده للمفرد المذكر، واحدة للمفرد المؤنث، وواحدة للمثنى. اتنين للمثنى، واحدة مثنى مذكر، واحدة مثنى مؤنث، واتنين للجمع، واحدة للجمع المذكر، واحدة للجمع المؤنث. طب ايه الاتنين للمفرد؟ عندي الذي والتي. الذي دي للايه؟ للمفرد المذكر. يبقى الذي يا كريم ايه ده؟ للمفرد ايه؟ ايه؟ قول ايه يا كريم؟ كريم؟ ميس صوت بيقطع. طيب كده تمام؟ كريم؟ كريم كده سامعني تمام يا حبيبي؟ يا ميس، طب افتح الكاميرا بقى يا شطور. حاضر. تانية، يبقى الأسماء الموصولة هي أسماء تستخدم لربط الجملة، تمام كده؟ طب الأسماء الموصولة بستخدمها في إيه؟ بكام حاجة؟ قال لي اتنين للمفرد. إيه هما الاتنين للمفرد؟ قال لي الذي والتي. طيب عندي حاجة واحدة للمفرد المذكر وواحدة للمفرد المؤنث. الذي دي تبع إيه؟ تبع كريم، مش مذكر. أنت مفرد مذكر؟ يبقى تبعك. الذي دي تبع. طيب التي دي تبعي عشان انا مفردة مؤنثة، تمام. تمام. وعندي اللذان اي حاجة اخرها الف ونون تبقى مثنى، الف ونون تبقى مثنى مذكر. طيب اللتان اخرها تاء والف ونون تبقى مثنى ايه؟ مؤنث. مؤنث. طيب بعرف المثنى المؤنث ازاي والمثنى المذكر ازاي؟ المثنى المؤنث اخره تاء والف ونون، يبقى المثنى المؤنث اخره ايه؟ تاء وألف ونون. طيب المثنى المذكر اخره ايه؟ الف ونون. ألف ونون. طيب قال لي بقى عندي برضك حاجه للجمع. ايه بقى للجمع؟ قال لي الذين لجمع المذكر، واللائي واللاتي لجمع المؤنث. يبقى انا عندي واحده لجمع المذكر واتنين لجمع المؤنث. ايه الجمع المذكر؟ الذين طيب ايه الجمع المؤنث؟ اللائي او واللاتي. اللائي. اللائي او اللاتي. طيب انا بعرف اعرف ان الجمله دي مفرد ولا مذكر ولا ايه. طيب بص يا كريم، عشان اربط بين جملتين هبص على الكلمه، الجمله الاولانيه هشوفها مفرد ولا لا. لو لقيتها مفرد هتبقى تاخد ايه؟ لو لقيتها مفرد مذكر هتاخد ايه؟ الذي. الذي يعني مثلا المثال اللي معايا ده، حضر الطالب نقط فاز في المسابقة. أنا عايز أربط هذا ما بين الطالب الجملتين الذي دي. برافو. الذي هبص على الكلمة اللي قبل النقط، لقيتها مفرد هختار كلمة إيه؟ الذي الذي، عشان الطالب هنا جاي مفرد إيه؟ مفرد مذكر. طيب أنا عندي في الأسماء الموصولة إيه المفرد مذكر؟ كلمة إيه؟ الذي. الذي برافو، تمام. طيب قرأت القصيدة نقط
شرحتها المعلمة. القصيدة هنا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، ماشي، يبقى يبقى ناخد هتاخد ايه؟ اللفظ. التي. تمام، يبقى عشان نربط بين اي اسم موصول هبص على الكلمة اللي قبل النقط. لو مفرد مذكر هاخد الذي، لو مفرد مؤنث هاخد التي. طيب هنشوف بقى الأسئلة دي. الفلاح هو نقط يزرع الأرض. بص على كلمة الفلاح، الفلاح هنا مذكر ولا مؤنث؟ الفلاح مذكر. حلو، جميل. طيب طيب، وهو مفرد، مفرد ضمير غائب، مفرد لإيه؟ ضمير مفرد غائب مفرد للذات للمذكر. طيب أنا المذكر. بصيت عن الفلاح لقيته مفرد. لا، هو مذكر، الفلاح مفرد مذكر، صح ولا لا؟ أنا عايز اسم صح، موصول يربط بين الجملتين دي، يبقى يبقى عندي إيه؟ الذي. الذي طيب، عليك احترام المعلمة نقط تشرح الدرس. المعلمة علشان ليه؟ أبص هي على الكلمة اللي المعلمة قبلها. مؤنث، عشان تمام، معلمة مؤنث مفرد. برافو، تمام. ولو طيب، جت حاجة غير عاقل جامع، نقول برضو التي. برافو. لو كانت حاجة جامع غير عاقل، يعني مثلا أعجبتني القصص نقط أهداها لي والدي. القصص دي هنا جامع إيه؟ جامع غير عاقل، الجمعية بهنستخدم إيه؟ التي. يبقى أي حاجة جامع غير عاقل هستخدم إيه؟ التي. يبقى التي التي لها استخدامين اتنين. إيه استخدامين ليها؟ إن هي بتستخدم المفرد الجمعية المؤنث مفرد مؤنث والجامع الغير العاقل. يعني إيه اللي جامع غير العاقل؟ يعني حاجة ما هو ما جماد. بتمشيش لوحدها، ما برافو، بتعملش حاجة. برافو. إن هي جماد أو نبات أو حيوان، ده جمع غير العاقل. يبقى أعجبتني القصص التي قرأتها. القصص هنا جمع إيه؟ جمع غير عاقل، فاستخدمنا كلمة التي. يبقى التي لها استخدامين يا كريم، تستخدم للمفرد المؤنث وتستخدم لجمع الغير العاقل. طيب، قابلت المعلمان نقط شارقة في نجاحها. قلنا عشان أعرف هختار اسم موصول إيه هبص على الكلمة اللي قبل النقط. المعلمان فيها ألف وإيه؟ ألف ونون. ونون طيب المعلمان دي مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، مذكر. إيش عرفني عشان آخرها ألف وإيه؟ مش عارف نون. هنختار إيه بقى؟ اللذان برافو، تمام. هاتان الجائزتين نقط حصلت عليهما، آخرها تاء وألف ونون، يبقى ده مثنى إيه؟ مثنى مؤنث. برافو، يبقى اختار إيه؟ اللتان برافو يا كريم، شطور. يبقى المثنى المذكر اللي اخره الف ونون بختار اللذان، المثنى المؤنث اللي اخره تاء والف ونون بختار اللتان. تمام، عاد الابطال نقط شاركوا في المعركه. الابطال دي جمع ايه؟ الذي تمام، الابطال دي جمع ايه؟ جمع مذكر سالم. برافو، عشان انا قلت في الجمع المذكر السالم بختار كلمه ايه في الاسماء الموصوله؟ بختار كلمه، الذي برافو. طيب، تحية للأمهات نقط يسهرن على راحة أبنائهن. الأمهات دي جمع إيه؟ جمع مؤنث سالم. هفتكر اللائي جمع المؤنث السالم بختار له إيه؟ اللائي تمام، وفي حاجة كمان أنا قلت لك اللائي أو واللاتي اللائي تستخدم لجمع، تمام، اللائي أو اللاتي تستخدم لجمع إيه؟ المؤنث المؤنث السالم. اللائي. تمام، تيجي بقى نحل الأمثلة كده يا شاطر؟ يلا ماشي، اقرأ، يلا يا قمر. شفت الدرس جميل ازاي النهارده؟ بسيط خالص. كرمت الدولة لا، اقرأ الفلاح اقرأ السؤال. استخرج اسم موصول من الجملة التالية واكتبها. برافو، كرمت الدولة الفلاح الذي يزرع الأرض. الذي تمام. فاز بيقولك بقى اللاعبون ايه؟ الذين بص يا كريم، استخرج الاسم الموصول من الجمل الآتية واكتبه. طيب الذي قلنا اسم ايه؟ اسم مفرد، مفرد مذكر برافو، تمام. يبقى الذي اسم موصول للمفرد ايه؟ المذكر. برافو يا كيكو. ها، فاز اللاعبون الذين لعبوا المباراة بجدرة بجدارة، بجدارة يعني الذين بتفوق، ده الاسم الموصول. برافو، ده الايه بقى؟ هو ده مفرد ولا؟ جمع مذكر سالم. برافو يا كريم، ما شاء الله، شطور. ها، نجحت الميزان اللذان
اللذان ابتهدا في مذاكراتهما. اللذان تمام، برافو. مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مثنى مذكر عرفت ان هو مثنى؟ عشان بصيت اخره على الف الكلمة، ميم ماشي، وبصيت على الكلمة اللي قبلها، اللي الكلمة اللي قبلها. قبلها لقيتها ايه؟ مذكر ومثنى. تمام، برافو عليك. ها، رقم كام؟ المعلمات التي في مدرستنا مخلصات. مخلصات. التي تمام، تعرف تقولي ان التي ده المفرد ولا المثنى ولا الجمع؟ جمع مؤنث. جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم. عرفت ازاي؟ من المعلمات. تمام، المعلمات المعلمات أخلاق. اخرها الف وتاء. تمام، برافو عليك. حضرة الفتاتان اللتان فازتان في فازتا في السباق، فازتا في السبورت. فين الاسم اللتان الموصول؟ برافو. اللتان الاسم الموصول هنا نوعه ايه؟ عشان الفتاتان آخرها التاء ألف نون. تمام، يبقى نوعه ايه بقى؟ مفرد ولا مثنى نوعه ولا جمع؟ مثنى مؤنث. برافو، مثنى مؤنث. برافو يا كريم، الفتاة التي تطيع والدها محبوبة. التي برافو. التي نوعها ايه؟ مفرد مؤنث. برافو يا كيكو، شطور. طيب، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة، أكمل الجمل الآتية باسم موصول مناسب. يلا يا كيكو. ترم الأم نقط تربي أولادها على حب الوطن. ترم الأم التي هنكتب التي. تمام، برافو. عاد الأبطال عدد الأبطال نقط شاركوا في المعركة منتصرين. عدد الأبطال الذين برافو، برافو، شطور يا كريم. الذين، ليه قلنا الطفلتان الذين؟ عشان علشان الأبطال دي جمع مذكر سالم. برافو يا كريم، شطور، عشان الأبطال جمع مذكر سالم، فخدنا كلمة ايه؟ الذين برافو. ها، رقم جيم. الطفلتان نقط رسمتان اللوحة موهبتان. الطفلتان اللذان اللتان اللذان، اللتان اللتان، اللتان عشان الطفلتان اخرها تاء والف وايه؟ ونون ونون. يبقى هنا مثنى ايه؟ مؤنث. يبقى مؤنث المثنى المؤنث بياخد كلمة ايه؟ اللتان. اللتان. تمام، جاء اللاعبان اللذان فازا في السباق. اللاعبان اللذان برافو. ليه خدنا اللذان؟ ده عشان هو جمع مؤنث. وليه خدنا اللذان علشان آخرها ألف وميم. انت قلت اللاعبان، يبقى مثنى ايه؟ اخرها الف مؤنث ونون. مثنى مذكر، اللي اخرها اللاعبان اللي اخرها الف ونون مثنى مذكر، تاء والف ونون مثنى مثنى ايه؟ مذكر. مؤنث. تمام، يبقى اللاعبان اخرها الف ونون تبقى مثنى ايه؟ مذكر بروف. تاء والف ونون زي الطفلتان، اخرها تاء والف ونون تبقى مثنى ايه؟ مؤنث. بروف، شطور يا كيكو. ها، رقم هاء، اخر حاجة. كافأ المعلم التلميذ الذي تفوق. بروف، الذي بروف، شطور يا كيكو. اختر اسم موصول الصحيح من بين القوسين. هنات الولد. هنأت الولد نقط حصل هنأت عليه الولد تقدم. الذي برافو. خدت الذي ليه؟ اخترت الذي ليه؟ علشان الولد مفرد مذكر. برافو يا كيكو. تمام، الكتاب
الكتب 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 قراءتها مفيدة. الكتب التي مفيد. قرأتها مفيدة. برافو. ليه اخترنا التي يا كيكو؟ علشان التي بتيجي مع الغير عاقل. تمام، جمع غير العاقل ما انساش ابدا. يبقى الجمع غير العاقل بختار ايه؟ الجامعة التي. طبعا. طيب يا كيكو اللي بعده يا كيكو. الترميزان يؤديان ويجيبهما بقدرهما المعين. الترميزان اللذان، اخترنا اللذان علشان قبليها ألف فنون، وهي جمع لا، مثنى مؤنث مثنى 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 مذكر. مكرر. تمام يا كيكو. ها، قدرة الطبيبة تعالج المرضى. التي برافو. ليه اخترنا التي؟ عشان هي مفرد مؤنث. برافو، شطور يا كيكو. ها، رقم فرحت هاء. البنتين، فرحت البنتان ناجحتان في الامتحان. فرحت البنتان اللتان ليه قلنا اللتين يا كيكو؟ شطور. عشان آخرها تاء ألف نون. تاء ألف تمام، يبقى دي مثنى ايه؟ مثنى مؤنث. برافو يا كيكو، شطور. ها، رقم واو. المعلمات اللائي شرحن الدرس ماهرين. تمام، برافو. ليه اخترنا اللاقي يا كيكو؟ علشان هي جمع مؤنث سالم. تمام، اللي هي كلمة المعلمات، فاخترنا بناءها على كلمة ايه؟ اللي. تمام، يلا يا كيكو اخر جملة. الرديون الرياضيون. الرديون الذين تمام، ها، اقرأ بقى الجملة يا كيكو. يتسلقون الحبال شجعان. برافو. ليه اخترنا الذين يا كيكو؟ عشان الرديون جمع مذكر سالم. برافو يا كيكو، شطور. انا مبسوطة منك جدا. شفتي الدرس خلص ازاي؟ اسهل درس. طيب هناخد بقى النهارده حاجه كمان، اللي هي في التعبير الكتابي، حاجه اسمها السيره الذاتيه. يعني ايه السيره الذاتيه دي يا كيكو؟ يعني انت لو رايح مثلا تمرين السباحه، قبل ما تروح التمرين، مش قبل ما تدخل النادي اصلا، بيطلبوا ان يقول لك اسمك ايه، سنك ايه، عمرك كام سنه، لعبت قبل كده سباحة ولا لا. مش بيقعدوا يعملوا عنك تفاصيل كده، انت في سنة كام، عمر في مدرسة ايه، عندك كام سنة، صح ولا لا. بيقعدوا يعملوا لك عنك تفاصيل كده، صح؟ صح. يبقى دي بقى السيرة الذاتية. بنكتبها بقى ازاي؟ يعني مثلا لو واحد رايح يشتغل، رايح في مكان يشتغل، قبل ما يروح المكان ده هيكتب اسمه وسنه ومهاراته والدراسات اللي هو خدها والهوايات بتاعته، وايه اللي بيتمنى اللي هو يعمله بعد كده. يبقى السيرة الذاتية دي بتبقى بيانات شخصية عنه. يعني انت اسمك ايه يا كريم؟ اسمك ايه مثلا؟ كريم محمد عبد الله تمام، سنك كام سنة؟ 11. تمام، ايه مهاراتك؟ بتحب تعمل ايه؟ تلوين ايه غير التلوين؟ السباحة. برافو. تمام، ايه دراستك؟ انت في سنة كام؟ بتدرس ايه؟ يعني انت في سنة كام؟ الصف الكام؟ خمس تمام، هوايتك ايه؟ بتحب ايه؟ التلوين تمام، التلوين. بتحب القراءة؟ شوية. اه، القراءة دي هواية. ايه اللي تتمنى لما تكبر يا كريم؟ تبقى ايه؟ نفسك لما تكبر تبقى ايه؟ دكتور تمام، شفت بقى احنا عملنا سيرة ذاتية عن كريم واحنا قاعدين ازاي كده؟ يعني دي السيرة الذاتية. يعني السيرة الذاتية بسيطة جدا جدا جدا. يبقى أول حاجة، السيرة الذاتية بستخدم فيها ضمير المتكلم أنا. لما كريم سألته عن نفسه قال لي أنا اسمي أنا، أنا اسمي، قبل ما تقول أي حاجة قلت أنا اسمي كريم كذا كذا، انا بحب كذا. يبقى السيره الذاتيه بستخدم فيها ضمير المتكلم ايه؟ انا. يبقى السيره الذاتيه كيكو بستخدم فيها ضمير المتكلم. أنا تمام، برافو عليك. السيره الذاتيه بستخدم فيها ضمير المتكلم انا. طيب ازاي بكتبها بقى يا كيكو؟
اول حاجه البيانات الشخصيه اللي انت قلتها عن نفسك، اسمك، تاريخ ميلادك، مكان الميلاد، معلومات عن الاسره. يعني مثلا اقول لك انت عندك كام اخ يا كيكو، واحدة وكم اخت بنت. واحدة بنت تمام، يبقى دي كلها واحد تفاصيل أب زي، وأخ. تمام، دي كلها تفاصيل وبيانات شخصيه عن كريم. قال لي اسمه ايه، انت تاريخ ميلادك سنه كام؟ تاريخ ميلادي 2012 ما تقريبا، انا عارفه اليوم. اليوم ستة وعشرين، ستة ستة وعشرين وعشرين عشر ده انت عيد ميلادك قرب اهو بقى، احنا هنعمل لك عيد ميلاد عداي. تمام، يبقى انا بيانات شخصيه عنك، هقول لك اسمك، تاريخ ميلادك، قال انت قلت لي اسمك كريم، تاريخ ميلادك قلت لي 26/10، معلومات عن الاسره قلت لي عندك كام اخ وكام اخت. تمام، بيانات الدراسه، انت في مدرسه ولا في حضانه يا كيكو؟ في المدرسة. تمام، وقلت لي الهوايه بتاعتك ايه، ان انت بتحب ايه، التلوين، صح ولا السباحة ايه؟ الهواية التلوين. تمام. ثالث حاجه في السيره الذاتيه، موقف لا تنساه. يعني ايه الموقف لا تنساه؟ يعني انت تعرضت في حاجه لحياتك عمرك ما تنساها ابدا. قولي كده موقف كده في حياتك عمرك ما هتنساه، يعني مثلا حصلت مثلا طلعت الاول على المدرسه مره، خدت شهاده من السباحه مره، اتكرمت في حاجه معينه، ده حاجات كده عمرك ما تنساها. خدت قولي شهادة مثلا، من مدرسة الماس، خدت شهادة من مدرسة الماس. شطور ما شاء الله، يبقى موقف لا تنساه ان انت خدت شهاده من مدرسه الماس. مثلا خدت كاس في السباحه قبل كده ولا ميداليه؟ تمام، يعني عمرك ما هتنسى في حياتك ان انت خدت من السباحه ميداليه. يبقى السيره الذاتيه، اول حاجه بيانات شخصيه عنك اللي هو اسمك، تاريخ ميلادك، معلومات عن الاسره، يعني اسرتك مكونه من كام، عدد، عندك اخوات بنات قد ايه، اخوات صبيان قد ايه، بيانات الدراسه بتاعتك، انت في مدرسه ولا في حضانه، ايه الهوايه المفضله بالنسبه لك، وبعدين موقف لا تنساه اللي هو حاجه في حياتك حصلت في حياتك عمرك ما تنساه. طيب حلمك بقى، حلم كيكو ايه، يطلع ايه؟ دكتور تمام، يبقى السيره الذاتيه بستخدم فيها ضمير المتكلم ايه؟ أنا برافو. خطوات كتابة السيرة الذاتية بتتكون من كام حاجة؟ أربع حاجات. أول حاجة، اسمي تمام تاريخ ميلادي تمام اللي هي بيانات شخصية. وبياناتي الشخصية. طيب، ماشي. يبقى أول حاجة بيانات شخصية، البيانات الشخصية دي بتتضمن إيه؟ الاسم، تاريخ الميلاد، معلومات عن الأسرة. يبقى السيرة الذاتية بتتكون من أربع حاجات، أول حاجة البيانات الشخصية. طيب البيانات الشخصية دي بتتكون من إيه؟ من ثلاث حاجات، اسمك وتاريخ وتاريخ ميلادي ميلادك ومعلومات عن الأسرة. عن تاني الأسرة. حاجة بيانات عن الدراسة، أنت في مدرسة ولا في حضانة؟ إيه الهوايات المفضلة بتاعتك؟ موقف لا تنساه، يعني حاجة حصلت عليها في حياتك عمرك ما هتنساها. حلمك بقى، حلمك تطلع إيه في المستقبل؟ حلمي نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ الدكتور. تمام، يبقى السيرة الذاتية بستخدم فيها ضمير، ضمير ايه؟ أنا متكلم تمام، خطوات كتابتها في كم طريقة؟ أربعة. بأربعة، ايه هما بقى الأربعة دول؟ معلومات شخصية تمام، وبيانات الدراسة وموقف لا أنساه وحلمي. تمام. لو جبت لك بقى حاجة تعرف تحلها كده، ماشي. يعني لما يجي لك بقى نشوف نظام الأسئلة بتيجي في الامتحان ازاي، نظام الأسئلة بيجيب لك قطعة ويقول لك بقى طلع من السيرة الذاتية الحاجات اللي احنا قلناها من شوية، اللي هي البيانات الشخصية، بيانات الدراسة، الموقف لا تنساه، والآخر حاجة الحلم بتاعك. اقرأ كده كيكو. أنا سعيد أنا سعيد ولدت في عام 2010 في حي في عين حي، شمس، في حي عين شمس بالقاهرة. ونشأت وتربيت وتربيت فيها، تربيت فيها.
تربيت فيها، شعرت أمي بسعادة غامرة عند مولدي، غامرة فقد يعني فرحة، أنجب يعني أول ما مامته ولدته شعرت فقد بفرحة غامرة. كريم كريم الصوت معلش. مقفول، الصوت مقفول، رحت فين؟ باي، بس وقع ماشي ولا يهمك يا بطل. فقد أنجيني بعد 5 سنوات أنجبتني، أنجبتني. فقد أنجبتني بعد 5 سنوات من زوجها، زواجها. زواجها. لذلك أقمت حفلة حضارية، لذلك أقامت الإطراب حفلا حضره الأقارب الأقارب. والأصدقاء والجيران، تمام، يبقى دي معلومات شخصية عن الأقارب الولد ده، اللي والأصدقاء هو بيقول لك والجيران. من هو. ذهبت إلى الحضانة مع ثانية واحدة، يبقى الولد ده بيقول لك معلومات شخصية عنه. الولد اسمه ايه يا كريم؟ سعيد. تمام، ولد سنة كام يا كيكو؟ 2010 تمام، في حي ايه؟ في حي عين شمس. ماشي، مامته ولدته بعد كام سنة زواج؟ بعد 5 سنوات شفت بقى، يعني دي كلها معلومات شخصية عن الولد. عرفنا إيه ان الولد ده من يكون، معلومات شخصية عنه. تمام، تاني حاجة هنعرفها عنه رحلاته الدراسية. يلا يا كيكو اقرأ. ذهبت إلى الحضانة مع ابن عمي بالشارع المجاور، وبعد ذلك إلى المدرسة، وقد كنت متفوقا جدا في ممارسة في اللغات. في اللغات، وضعيفا في الرياضيات والعلوم. لذلك بذلت مجهود أكبر حتى أصبحت جيدا فيهما. أنا أحب ممارسة الرياضة وقراءة الكتب. يبقى الولد ده رحلته الدراسية فين؟ في الحضانة بعد تمام، كده المدرسة بيروح مع مين؟ مع ابن عمي، متفوق في ايه يا كيكو؟ الولد ده متفوق في ايه؟ متفوق في في كل اللغات. اللغات، في في اللغات اللغة. وضعيف في الرياضيات والعلوم. يعني ايه اللغات؟ يعني هو شاطر في الفرنساوي، شاطر في الانجليزي، شاطر في العربي، دي اللغات. تمام، لكن ضعيف في مادة الرياضيات والعلوم. يبقى أنا عرفت أول حاجة في السيرة الذاتية من يكون الولد ده، اسمه، ساكن فين، رحلاته الدراسية، بيروح مع مين، شاطر في إيه، وضعيف في إيه. يوم لا ينساه بقى في حياته. هناك اليوم اللي لا غيب عن لا لا يغيب عن يغيب بالي. عن بالي أبدا، ولا أستطيع نسيانه. كنت في الحديقة مع أسرتي ونضحك ونرضي وكنا ممتعا، ولاحظنا رجلا يمسك عقر ويمشي ببطء شديدا ويبدو عليه التعب. يبقى ولاحظنا رجل يمسك عكازا ويمشي ببطء شديد. وابتز وامشي ببطء وشديد ويبدو عليه التعب. وفجأة تكلم قائلا ساعدوني، ثم سقط على الأرض. شعرنا جميعا بالفزع، بالفزع، يعني بالخوف، خوفنا كده. وكان بين زوع زور زوار حديقة الحديقة، زوار حضيرة طبيب فجار فجز فجري فجرة فجرة. فجرى نحوه، وقام بعمل بعض الإسعافات الأولية له، وفتح عينيه وجلس. ثم شكر الطبيب الطبيب على على إنقاذه. الإنقاذ. كنت فخورا جدا في هذه اللحظة بالطبيب. تمام، حلمه بقى، حلمه هيبقى إيه؟ من بعد ذلك الموقف تعلمت تمنيته، أن تمنيته. تمنيت أن أصبح تمنيت أن أصبح طبيبا، وأقدم يد المساعدة للناس، وأنقذ المرضى،
وسأعمل بجد بجد وأجتهد لأحقق هذا الحلم. الحلم. تمام، اقرأ بقى كيكو. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. تفسير السدية، يستخدم الكتاب ضمير المتكلم أنا صح. تمام، برافو يا كيكو. رقم 2، أحداث السيرة الذاتية قد تكون خيالية. إيه غلط. برافو، حقيقية، لأن أنا بتكلم عن نفسي، يعني بقول كل حاجة عن نفسي، يبقى دي حاجة إيه، حقيقية ولا خيالية؟ حقيقية. برافو. في صديق جديد جنبك، ده أخوك ده، أهلا بيك. احفظ ماشي، يلا كيكو. احتوت السيرة على 4 أقسام، هي من أنا برافو ورحلتي الدراسية برافو ويوم لا ينساه وحلم. برافو يا كيكو، شطور جدا ما شاء الله. ها، اشتملت السيرة الذاتية على حادث قم بوصفه. ايه الحدث؟ ما رأيه؟ لاحظ الرجل يمسك عكازا ويمشي ببطء شديدا ويبدو عليه برافو برافو، كمل. يبدو عليه بطئا شديدا ويبدو عليه التعب، وفجأة تكلم قائلا ساعدوني، برافو، ثم سقط على الأرض تمام. وشعرنا بإيه؟ ماذا شعرت بالخوف. به؟ ما شعرت به من بعد شعرنا بإيه؟ ما شعرت به؟ السؤال الثاني أهو، ما شعرت به؟ أيوة شعروا بإيه؟ شعرنا جميعا بإيه؟ بالفخر، بالفزع، بالفزع. يعني الخوف. شفت السؤال بيجي في السيرة الذاتية إزاي؟ بسيط ولذيذ جدا. أخيرا اقرأ كده كيكو رأس السؤال. أكمل البطاقات التالية ثم بطاقات، البطاقات التالية ثم اجمعها وأعد كتابها في ما فيها لتكون سيرة ذاتية عن نفسك. تمام. أنا يعني انت اسمي هتعمل داليا. السيرة الذاتية دي عن نفسك يا كيكو. تمام، انت انت اسمك ايه؟ كاري تمام، ها، ولدت في عام كيكو افتح المايك وافتح الكاميرا. 2012 تمام، في منطقة ايه؟ في منطقة الجيزة. تمام، بمحافظة القاهرة. لا، محافظة القاهرة. الجيزة طبعا، القاهرة. انت مش صحي كويس النهاردة. طيب تمام، اقرأ كده. فرح أبي وأمي جدا بقدومي، فقدمنا بعمل. فقام بعمل. اول ما اتولدت اتعمل لك ايه؟ اللي بيتعمل للاطفال سبوع. كلهم اول ما يتولدوا. كان اسمه سبوع تقريبا. ايوه شطور، برافو عليه. انت احتفال. شكلك جعان. ماشي، أسرتي مكونة من 5 أفراد. تمام، برافو، أبي يعمل مرشد تمام. سياحي، وأمي تعمل مربية منزل. تمام، برافو يا كيكو. دخلت من مدرسة الفيروز للهضبة. تمام، أحب المواد الدراسية وخاصة العربي. ياه، يعني اللغة العربية بقى. الله يكرمك يا كريم يا رب. يعني انت بتحب العربي ولا عشان هي لغتي. انا موجودة بس دلوقتي في يعني معاك النهاردة؟ اكتر مادة بتحبها ايه؟ لا، هي عشان هي سهلة برضو لغتي. أقدر أعمل تمام، أقدر يعني أعمل انت بتحب اللغة العربية. اكيد في لغة كمان بتحبها. انت كنت قايل لي قبل كده ان انت بتحب الماس جدا. إيه؟ لا، أنا كنت بحب الماس. ايه اللي اتغير بقى؟
المسائل. لا بس انت شطور، حل كتير وان شاء الله تبقى الدنيا سهلة ولذيذة معاك. من هواياتي ايه هوايتك؟ من هواياتي السباحة. تمام. هناك يوم لا أنساه من حياتي، وهو اليوم الذي دخلت فيه البطولة. ده ايه؟ دخلت فيه البطولة، برافو يا كيكو، برافو شطور. تمام. حلمي أن أكون طبيبة. تمام. سوف أحقق هذا الحلم، سوف أجتهد تمام يا كيكو، يا رب ان شاء الله اشوفك كده دكتوره قد الدنيا. إن شفت شاء بقى الله. سؤال السيره الذاتيه بيجي ازاي؟ بيجي سهل وبسيط خالص كده. خالص بيجي معلومات شخصيه عنك، بيجي بيانات، بيانات عن الدراسه بتاعتك، انت في مدرسه ولا في حضانه، بيجي عن اليوم لا تنساه عمرك في حياتك، عن الحلم الذي تريد تحقيقه. طيب الحلم اللي انت عايز تريد تحقيقه بقى ده ان انت عايز تطلع دكتور، هتعمل ايه عشان تطلع دكتور؟ ذاكر جيدا، و أحل تذاكر وتجتهد و ورثة. تمام، برافو عليك، عشان تصل لأعلى الدرجات. كيكو احنا خدنا كام صفحة في الواجب المرة اللي فاتت؟ إيه؟ خدنا كام صفحة في الواجب المرة اللي فاتت؟ 3. تمام كده احنا خلصنا أول محور، عايزاك بقى تحللي كل أي الأسئلة اللي على المحور كله. لا، انا بعت لك صفحتين من الاثنين حل بقى الاسئله. الباقي كله، تمام. حوالي 4 صفح تقريبا. هشوف خد وابعت الاربع، لك كله. تمام حلهم كلهم يا كيكو، احنا كده خلصنا المحور ده كله. اوكي، تمام يا كيكو، يلا سلام يا حبيبي، سلام. ماشي مع السلامة، باي. باي.